الفترة الأخيرة انتشرت إشاعات حوالين فيلم الخطة العامية واللي بيقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي بأنه مش هيتعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى، والخبر ده انتشر في الوقت اللي هنيدي بيقضي فيه أجازة الصيف مع أصدقائه وأسرته في الساحل الشمالي. محمد هنيدي ما كانش مشارك في عيد الأضحى أصلا بفيلم الخطة العامية واللي فعلا بيحضر له حاليا عشان يبدأ تصويره بعد ما يرجع من الأجازة. أبي فتحي المفروض أنه هيتعرض ضمن السباق الرمضاني 2017 واللي بدأ التحضير ليه من بدري جدا لأسباب كتير، أهمها تجنب التعرض لمشاكل إنتاجية زي اللي حصلت لبعض أعمال رمضان اللي فاتت، ويكون الوقت كافي للقنوات لاختيار وشراء المسلسلات. مسلسل هنيدي الجديد من تأليف السيناريست يوسف معاطي ومن إنتاج عصام شعبان، ولسه ما استقرش على مخرج العمل ولا باقي الأبطال. أما فيلم الخطة العامية فهو من إخراج إسلام خيري وجاري اختيار الأبطال اللي هيشاركوا فيه مع هنيدي. آخر أفلام هنيدي كان فيلم يوم ملوش لازمة وحقق بيه نجاح كبير جدا في دور العرض بسبب التركيبة الكوميدية اللي فيه، وشاركته في البطولة روبي وريهام حجاج ومحمد ممدوح. بنتمنى للفنان محمد هنيدي أجازة سعيدة بعيدة عن الإشاعات والمشاكل، وكمان بنتمنى نجاح الفيلم والمسلسل اللي هيقدمهم، وده اللي عودنا عليه هنيدي كواحد من نجوم الكوميديا.